يحكى أنه كان هناك طبيب جراح شهير يدعى دكتور هشام. خرج على عجل إلى المطار للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيلقى فيه تكريما على إنجازاته الكبيرة في مجال الطب. وفجأة وبعد ساعة من الطيران أعلن أن الطائرة أصابها عطل كبير بسبب صاعقة وستهبط اضطراريا في أقرب مطار. توجه الطبيب إلى استعلامات المطار مخاطبا: أنا طبيب عالمي، كل دقيقة عندي تساوي أرواح أناس، وأنتم تريدون أن أبقى 16 ساعة بانتظار طائرة؟ أجابه الموظف: إذا كنت يا سيدي على عجلة يمكنك استئجار سيارة، فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى 3 ساعات بالسيارة. رضي دكتور هشام على مضض وأخذ السيارة وظل يسير. وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطل مدرارا، وأصبح من العسير أن يرى أي شيء أمامه، وظل يسير. وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالتعب. رأى أمامه بيتا صغيرا فتوقف عنده وطرق الباب، فسمع صوت امرأة كبيرة تقول: تفضل بالدخول كائنا من كنت. فالباب مفتوح، دخل وطلب من العجوز المقعدة أن يستعمل هاتفها. ضحكت العجوز وقالت: أي هاتف يا ولدي؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا لا كهرباء ولا هواتف، ولكن تفضل واسترح وخذ لنفسك كوبا من الشاي الساخن، وهناك بعض الطعام، كل حتى تسترد قوتك. شكر دكتور هشام المرأة وأخذ يأكل، بينما كانت العجوز تصلي وتدعو. وانتبه فجأة إلى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه بين كل صلاة وصلاة. استمرت العجوز في الصلاة والدعاء طويلة، فتوجه إليها قائلا: والله لقد أخجلني كرمك ونبل أخلاقك، وعسى الله أن يستجيب لك دعواتك يا ولدي. أما أنت فابن سبيل أوصى بك الله، وأما دعواتي فقد أجابها الله سبحانه وتعالى كلها إلا واحدة. فقال دكتور هشام: وما هي تلك الدعوة؟ قالت: هذا الطفل الذي تراه حفيدي، يتيم الأبوين، أصابه مرض عضال عجز عنه كل الأطباء عندنا، وقيل لي إن جراحا كبيرا قادر على علاجه يقال له دكتور هشام، ولكنه يعيش بعيدا عن هنا، ولا طاقة لي بأخذ هذا الطفل إلى هناك، وأخشى أن يشقى هذا المسكين، فدعوت الله أن يسهل أمري. بكى الطبيب وقال: والله إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني إليك سوقا، والله ما أيقنت أن الله عز وجل يسوق الأسباب هكذا لعباده المؤمنين بالدعاء إلا بعدما رأيت بعيني. حينما تنقطع الأسباب لا يبقى إلا اللجوء إلى خالق الأرض والسماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.